مهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي، مهرجان كل مرة نتبعوه في جل الدورات نتاعو، ان غران بيبي وقاعد يكبر بشوية بشوية رغم الظروف، رغم غياب الدعم المادي وغياب الدعم اللوجستي وغيرهم. كمال عويش كل مرة يحاول يقدم الإضافة ويبدل ويقدم من المهرجان نتاعو. الحقيقة شفنا عديد الأفلام، باش تعرفوا قداش نزيه المهرجان. الأفلام الفايزة ما كانتش تونسية وما هيش حتى عربية، فيهم اللي ربحوا كيما مونتينيغرو وغيرهم. الحاجة اللي فرحتني برشا، لجنة التحكيم كل عام تتبدل وكل عام يجيب أسماء بصراحة كيفاش النجم يلقى يقعد في نفس الكاليبر. نحكيه على فنانة غابت عندها مدة وعندها باع وذراع في عالم السينما، الفنانة القديرة إلين كانزاراس كانت هي في لجنة التحكيم، كذلك زاد معها المخرج الكبير محمد دمق. مهرجان رغم أنه إمكانياته ماهيش قوية ماهيش كبيرة، لكن برشا ناس تجي وتحضر باش تدعم السينما وباش تدعم كذلك كمال عويج اللي بصراحة قاعد يجاهد في سبيل الفن بطريقته الخاصة. خليكم تتفرجوا تتسويت. نحن ديما موجودين معاك وديما ندعموك في المهرجان نتاعك، لانه نعرفوا اللي انت غايتك ماهيش ربحيه، هي غايه حبا في السينما وحبا في عالم الاعلام كذلك، اللي قاعد تجاهد فيه بدعم من عائلتك. نلقاك كل مره تجيب لنا نجوم معناتها من الطراز العالي ويقبلوا انهم يكونوا موجودين معاك في مهرجان هاوي، الى جانب المساعده تاع عائلتك. المهرجان مرضك يظهر. الحمد لله. مرحبا بك سامحنا شيماء، سامحوني سمع المشاهدين شو هذيك، عندي مرض قليل نقول الكل. الحمد لله المهرجان نجاح وانبهار كبير. المهرجان انطلق من 8 فبراير 2020 واللي تواصلت اليوم الاختتام. حبيت أقول إنه شاركوا 24 فيلم قصيراً، 20 فيلم روائي قصير وأربع أفلام وثائقية، أربع أفلام وثائقية تعطيو اليوم بكل شيء. شاركوا يتنافسون 13 دولة مشاركة في المهرجان: تونس، الجزائر، المغرب، سوريا، مصر، لبنان، فلسطين، تركيا، كل موجودين. معناتها وسامحونا على الدول. مونتينيغرو اللي باخذة الجائزة الأولى. يعني مونتينيغرو، تركيا، سوريا، برشا بلدان معناتها، فهمتني؟ يعطيهم الصحة الناس الكل. جرأته المتمثلة في التشهير بعادة سلبية سلبت منها حق المرأة في الكلام والتعبير عن حالتها، منحت اللجنة تنويها خاصا لشريط ذا سي برايد من مونتينيغرو. جايزة فيلم نظرا لطريقة سرده لقصة إنسانية موجعة ولقوة الممثلة والإطار المتواضع الذي صور فيه، منحت جائزة الإخراج لشريط عايشة للمخرج زكريا النوري من المغرب. نظرا لجملة من المشاعر والأحاسيس والتساؤلات حول ما جرى في مدينته والتي عبر عنها بكل حب، أسندت جائزة الشريط الوثائقي لشريط بيروت 40 بعد 40 للمخرج أنتوني مارشال. تحية عليهم. لدى طريقة طرحها لمواضيع هامة وحساسة بطريقة ملآنة بالحب والضحك الأسود، قررت لجنة إسناد جائزة المهرجان الأول لأحسن فيلم لأحسن شريط يوم عادي للمخرج السوري أنيس الزواهري. يوم عادي جدا. يوم عادي جدا.
اكسبيريونس نتصور كيفاش نجم تكون عشتها مع كمال. كمال اللي قاعد نقول انا ديما يعني في صراع مع عالم السينما بطريقته هو الخاصه، لين حتى الجيست اللي عملهم اللي تفرحنا اللي سبيسيال اللي سبونتاني اللي تري سبونتاني اون بلوس اللي في ان ترافاي كولوسال. معناها انسان يعمل مهرجان وحده من لافيش للريزرفاسيون تاع البلايص لكل شيء، يعني سيكسترا اوردينير، حتى ربح يعني لازم العباد تعرف، وما عنده حتى فرانك بون بلوس، ما انا ما عندوش فلوس سي اكسترا اوردينير. معناها انا جو سالو فريمون مناضل، فوالا هذا النضال اللي حب يخدم البلاد ويناضل هو المثل معناها. سعيدة جدا بأني موجودة بحذا قمم القمم، قدمت الكثير لعالم التمثيل، قليلة الظهور كذلك. أنا نحكي هكا وهي قاعدة تفهم مش جاوبني على راحتها كما يساعدك. مرحبا بيك ومرحبا بيك بحذا كمال عويش. وكيفاش شفت الاكسبيريونس هذية والمشاركة في المهرجان؟ Merci, merci. En fait, Kamel Aouich, c'est un bâtal du cinéma. Il a fait un travail extraordinaire. بركال عليه وحده سون مويان. نحب نقول ونحب نقولوا احنا اون طونك جوري لي فوك لي اوفيسيال يشجعوا ويل سو بانش سور لا كيستيون. خاطر نبو با فير ان فيستيفال دو كور ميتراج هكاك معناها افيك بابا مامان اي لي كوبان. يلزم يعمل معناها بور الدوره الجايه مثلا يلزم يبداها على بكري، خاطر الا غوسو plus de 350 films. C'est une année de travail. Voilà, donc il faut une reconnaissance. Mahlawa Kamel, je suis très contente de l'avoir connu. Et c'est un gars vraiment magnifique. نحكيو على الافلام اللي شاركوا، سمعنا 350 تقدموا في الاخر تم اختيار، كيفاش نجم تقيمهم وعلاش ما لقيناش الافلام التوانسه ماخذه الجوائز يعني؟ شوف كل صراحه فما شفنا 24 فيلم احنا كلجنه التحكيم، ال 24 فما افلام مستواها احسن من افلام اخرى، ما فالواحد اذا يبعد شويه لانه مهرجان انترناسيونال معناها تبعد شويه على انه تونسي والا فيلم عربي ولا فيلم كذا وتشوف الافلام هي لغه العالم يعني تشوفهم بكل يعني حياديه. الافلام اللي خذات هي اللي تستاهل، رغم اللي خذا فيلم من البحرين، فيلم من سوريا، فيلم من المغرب، فيلم من مونتينيغرو، معناها ما فما نوع من الديفيرسيتي معناها في الافلام، لكن المستوى نتاع الافلام هذه احسن من اللي ما خذاوش بصراحه، رغم اللي ممكن تظلم فيلم ولا اثنين. معناها كيما انا قلت في الاول راهو سي لو بالماريس دو جوري، يعني اي واحد قاعد في كرسي هنا عنده بالماريس في مخه. دونك هذاك البالماريس هذاك اللي وين وصلتنا قرايتنا. بون ديجا احنا شفنا 24 فيلم، سي ديفيسيل كون توي جوري، معناها ماذا بيك تعطي ان بري ا شاك فيلم، خاطر كل فيلم عنده الشخصيه نتاعه وعنده الكاشي نتاعه. إلي دي او دي با، بون بالنسبه للبرودكسيون تونيزيان ضعيفه شويه. مي بون سي با غراف، معناها إلي سيغتانمون ديجا اسامي افلام مش توانسه اللي ربحت. Oui, enfin bon, c'est pas grave. Hein. Il y avait, je ne sais pas, 15 nationalités, 20 nationalités. Ça nous a permis de faire le tour du monde. Bon, Inch'Allah, la 8e session, la partie tunisienne soit plus présente. اليوم بعد الاختتام نتصور تو بديت باش تتفرهد هكا ومش وحدك انت والعائله. الحمد لله. الحمد لله. تو الدوره الثامنه شنو يتبدل؟ تو من دوره لدوره كمال شنو قاعد يتبدل؟ من دورة لدورة خدمة وتعب ونجاح، نجاح الحمد لله من دورة المهرجان من الدورة السابعة للدورة الثامنة، نعرفكم أنتم شيء الاختتام، أما نقول لك حاجة ومسكوب لتونسنا اللي اليوم الافتتاح والنهار الثاني والدورة النهار الثالث، القاعة الحمد لله كومبلي.
نعرفوا كمال عويج شكونه، أما نحكي أنت شنو الإضافة اللي قدم لك كل عام وأنت شاد صحيح ما سلمتش؟ أولا المهرجان حمتولة أقبال جماهيريا في تونس وخاصة في العالم، معناتها المهرجان تاعنا يعرفوه جمهور في تونس وصناع الأفلام من برا معناتها فهمتني. حبيت نقول أنه المهرجان أنه الأفلام جاونا 386 فيلم مشاركا في المسابقة، تم انتقاء 24 فيلم وكل شيء صديقة فهمتني. نحب نشكر السادة كل شيء لشة الانتقاء اللي وقفوا معنا واللي تعبوا معنا واللي شافوا 386 فيلم واحد كل، اما نشكر سيدة لجنة التحكيم المتكونة إلين كالساراس أونس كامون ومحمد الدمق اللي وقفوا معنا وتعبوا معنا.